حمامة تاكل 750 طن من الحنطة؟ أدري شنو شعدها، معدلة وجاروبة. سعدون جابر خلصها علينا، يا طيور الطائرة مر الهلي. عين أستاذنا العزيز الطيور الطائرة مرت لهلك وكلت معهم 750 طن حنطة. السلام عليكم، وياكم علي نورو فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تشوف هاي القناة، شوف هذا الفيديو من البداية للنهاية. إذا عجبك اشترك بالقناة وفعل جرس الإشعارات، وإذا ما عجبك آسف لأن ضيعت وقتك. بما انه احنا بايام حظر، لا دا نروح مطاعم ولا دا ناكل لفات بكافتريات، فاكيد هاي الحيوانات الاليفه مثل البزازين والطيور ما دا تلقى اكل بالقاع حتى تاكله. فانا عندي اقتراح، لو كل واحد من عندنا يصعد بالسطح فد ماعون حنطه زين، حتى لو بيفد 50 غرام، حتى هذا الحمام خطيه ما يبقى جوعان. شنو خبر عاجل؟ حمام ياكل 750 طن حنطه في محافظه النجف؟ شنو شلون 750 طن من الحنطة تاكل حمام؟ 750 طن يعني 750 ألف كيلو، يعني لو فرضنا كل حمامة كلت لها ربع كيلو يحتاج لنا 3 ملايين حمامة. يعني إذا بالنجف 3 ملايين حمامة، كان هسه المفروض الحمام يتمشى ويا العالم، يعني عادي عايش، اثنين قاعدين على الرصيف، ثلاثة يم المختار دا يسألون على مرة، أربعة بالقهوة، يعني المفروض الحمام هسه بالنجف فاتح محلات مال دهينة. لا صدق ترى هواي 750 طن حنطة تاكله حمام، يعني هذا الحمام ما لعبت نفسه؟ ما صار عندها انتفاخ؟ زين عفك من هذا، السؤال الأهم وين ضرقنا؟ نداء كلش مهم المعامل السفن والصودا، دير بالكم ترى جايتكم 3 ملايين حمامة متخومة، أو بعد أنا بلغتكم. أها ويانا اتصال مع السيدة الحمامة الزاجلة على عرش الأنوثة، ألو؟ ألو هلا أخويا. بس سؤال بلا زحمة عليكم، 750 طن مو هواي يعني، وين وديتوه؟ والله يا أخوي أنا شفت حلال تايه حطه كلش هواية، فأنا صحت ولد عمي وعمامي وخوالي وجينا ناكل، كل اللي أكلناه كيلو واحد، بس هذا ابن عمي طبق لي تريلا مالته. بس لحظة ست، تريلا؟ عندكم تريلا؟ اي خويا لا على شنو عايشين؟ ورانا حفاضات وحليب. والله ما ادري صراحة، انا عبالي وظيفتكم تشوفون واحد استوى غاسل سيارته تروحون تضرقون عليها، يعني اسف. لا خويا ذاك الموضوع ماخذيه هواية لا اكثر، المهم ابن عمي طبق التريلا مالته اخذ الباقي وراح بسط بيه وباعه، والحمد لله وشكر هسه فنادق وبيوت وخير من الله. اها تمام زين، انتم ما حد شافكم حاسبكم؟ لا خويا من يقدر يحكي ويانا؟ احنا تابعين الحزب الفخاتي. اها شكرا 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 لكم. لا صدق يعني شلون حمام ياكل 752 طن حنطه؟ شلون؟ انا اقول لكم هي تصير بس بحاله واحده، الا الحمامه هيش تجي تلزم الحنطه تباوع لها تمصمصها وتذبها ما تكملها يعني ما تبلعها. اخوان خاف باكر عقبه يشوفون موطي طاير بالسماء، لا تخافون هاي حمامه ماكله 752 طن حنطه. كملنا شقه هسه نسولف صدق. يعني احنا هسه بال 2020 وهاي سوالفكم ترى ما تعبر على اي واحد، اذا انتم عايشين بعدكم بال 2009 هسه دز لكم الرابط مال 2020 وانضموا ويانا. نريد تحقيق صدق بهذا الموضوع وتشوفون الحنطة اللي قيمتها 420 مليون دينار عراقي وين راحت. أما سالفة الحمام فسولفوها جهالكم قبل النوم، كافوا تضحكون على عقولنا مثل سالفة 7 مليار دولار اللي غرقت بالبنك المركزي. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم الفيديو خلونا لايك وشاركوا الفيديو يا أصدقائكم بالماسنجر والواتساب. أما إذا ما عجبكم الفيديو فآسف لأن ضيعت وقتكم، أشوفكم فيديو جديد في أمان الله.